من جديد مرحب بكم. رئيس القضاء أصدر قرارا بإنشاء محكمة لمكافحة الفساد ومخالفات المال العام، أولا يعتبر إنشاء هذه المحكمة دليلا على جدية الحكومة في أن تمضي إلى الأمام في مكافحة الفساد؟ هذه وجهة نظر أخرى تعتبر بأن المحكمة لوحدها لا تعتبر خطوة كافية، وتسأل عن بقية منظومة النزاهة أو منظومة مكافحة الفساد. ده موضوعنا للنقاش مع الأستاذين، الأستاذ نبيل أديب والأستاذ محمد الحسن الأمين، نناقشهما لكن بعد هذا التقرير. في محاولة جديدة لوضع حد للتجاوزات والاعتداء على المال العام، أصدر رئيس القضاء مولانا حيدر أحمد دفع الله قرارا بتأسيس محكمة جنايات تختص بمكافحة الفساد ومخالفات المال العام، وذلك بعدما ارتفعت الوتيرة الحكومية لمكافحة الفساد وإنهاء مغامرات القطط السمان كما أسماهم رئيس الجمهورية المشير عمر البشير. وعلى ما يبدو فإن الحكومة شرعت فعليا في تنفيذ وعيدها وتهديدها لمن يعبثون بالمال العام أو من يتصرفون في موارد البلاد لمنفعتهم الشخصية، ذلك أن قرار رئيس القضاء مهمة النظر في الدعاوى الخاصة بقضايا الفساد واستغلال النفوذ والتعدي على المال العام وتخريب الاقتصاد الوطني بعدما تحال إليها من النيابات المتخصصة. كما منح القرار رئيس القضاء حق إحالة الدعاوى للمحكمة للنظر والبت فيها، ولضمان شمولية المحكمة وعدم حصرها على نطاق محدد لم يحصر قرار رئيس القضاء عمل المحكمة في ولاية الخرطوم وحدها، بل أنه جوز لها حق أن تنعقد في أي ولاية من ولايات البلاد على أن تشكل دوائر خاصة بمحكمة الاستئناف والمحكمة القومية العليا للنظر في الاستئنافات والطعون في الأحكام الصادرة من محكمة جنايات مكافحة الفساد ومخالفات المال العام. ولكن مع ذلك فثمة أصوات ترى أن خطوات الحكومة ينقصها تكوين المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد بعدما تمت إجازة قانونها من قبل البرلمان منذ أكثر من عام ونصف العام، على اعتبار أن المفوضية يمكن أن تسهم بفاعلية في نجاح مهمة محكمة الجنايات التي شكلها رئيس القضاء لمكافحة الفساد ومخالفات المال العام. فما هي فرص نجاح المحكمة في محاربة الفساد؟ وهل فعلا حان أوان مطاردة القطط السمان؟ أستاذ نبيل أديب مرحب بك. أستاذ دكتور الطيب مختار رئيس منظمة الشفافية السودانية مرحب بك. دكتور الطيب السلام، أهلا وسهلا. سودانية 24. طيب نبدأ بالسؤال عن الخطوة نفسها، ما هي قيمتها وما هي أهميتها؟ أستاذ نبيل أديب تفضل. والله طبعا الخطوة مهمة، يعني كان أنه في محكمة متخصصة في مسألة جرائم الفساد وفي المحاكمة عليها في خطوة مهمة. الصوت بعيد عشان ما سامعك كويس، الإخوان في الكنترول كده سمعون صوت أستاذ نبيل كويس. الخطوة مهمة وهي لكن المسألة يجب أنها أيضا تنظر لها في كلياتها. يعني هو ده قرار من السيد رئيس القضاء، ولكن رئيس القضاء وضعه محدد، وهو أولا هو ليس جزءا من الحكومة. ليس جزءا من؟ من الحكومة. نعم. يعني سلطة مستقلة وتعمل على توفير العدالة، وقد عملت ما عليها. خلاص هي عليها عملت. أنا أفتكر كون أنها ابتدعت محاكم متخصصة هو شيء مهم وكويس ومختلف، لأنه في خلط. أنا أحب أوضح أنه دي محكمة متخصصة وليست محكمة خاصة. الفرق شنو بين متخصصة وخاصة؟ الخاصة هي محكمة أولا من خارج الهيئة القضائية، يعني القضاة فيها يختاروا بشكل مختلف عن أعضاء الهيئة القضائية. نمرة 2 وغالبا بتكون محاكم عسكرية،
نمرة اثنين هي بتتبع إجراءات خاصة بالنسبة للسلطة المشكلة. السلطة المشكلة بتحدد لها إجراءات دي يعني مرفوضة وما مقبولة، لكن في محكمة متخصصة معناتها أنها هي بتتبع الإجراءات الموجودة في القانون، وهي مشكلة من أعضاء الهيئة القضائية. أعضاء الهيئة القضائية نفسهم هم الجباشم، يعني لا تخرق المبدأ بتاع خضوع الشخص للمحاكمة أمام قاضي الطبيعي. طيب يعني نقول بالجملة أن الخطوة تعتبر أنها خطوة جيدة. خطوة جيدة. طيب لكن غير كافي. نرجع لك لمزيد من الشرح، شنو نحن محتاجين تاني؟ لكن اسمع راي الطيب مختار. الطيب رايك في هذه الخطوه؟ طيب الجديد ليس وجود المحاكم المتخصصه زي ما قال الاستاذ. الجديد انه اضيفت عباره محاكم جرائم المال العام اصلا يعني موجوده، وضيفت عبارة استغلال النفوذ. استغلال النفوذ يعني إساءة استخدام السلطة. إساءة استخدام السلطة هي التعريف المتداول عالميا لكلمة الفساد. الفساد يعني إساءة استخدام السلطة. أنا أفتكر أن الجديد هو إضافة هذه العبارة، إن كان فعلا القصد إنها كذلك، إنه الفساد ليس فقط يعني الاعتداء على المال العام، وإن الاعتداء على المال العام هي جزئية، هنالك المحسوبية والمحاباة وما يندرج تحتها من الممارسات. فإذا كان المقصود إن والله زيادة المهام المعنية بها محاكم جرائم المال العام تكون الخطوة أنا أفتكر مقبولة وطيبة، لكن إذا كانت تظل يعني محاكم جرائم المال العام زي ما موجودة في كثير من المواقع يكون هنالك ما في جديد. اقول انه برضه الخطوه ما نهائيه، يعني مساله المحاكم هي ليست نهايه المطاف. نعم يعني لكن في السؤال الاول يعني حنجي لشنو الناقص، يعني شنو المطلوب، شنو الخطوه التاليه التي ينبغي ان تستبع. لكن المطلوبه لكن الان الان انت بتعتبرها خطوه جيده. أنا بعتبرها خطوة جيدة إذا كان أضيفت لمهامة استغلال السلطة، لكن أصبحت محاكم جرائم المال العام فقط. المحاكم جرائم المال العام موجودة، قضاة المال العام من القضائية أيضا موجودين، وكلنا قاعدين نسمع في الإعلام وغيره أن هنالك ممثلة أمام محكمة المال العام كذا في القسم كذا وهكذا. فإذا أضيفت استغلال السلطة بتكون هنالك إضافة للمهام بتاعت محاكم جرائم المال العام، دي خطوة ممتازة جدا لأنه العبارة اللي قريتها ليست فقط محاكم جرائم المال العام، وإنها جرائم المال العام واستغلال السلطة. أستاذ نبيل، أو استغلال النفوذ كما سموها. أستاذ نبيل تعليقه، قال أستاذ الدكتور الطيب قال إن إذا كانت جرائم المال العام فقط ما بتعتبر خطوة متقدمة، يعني موجودة، لكن إذا أضيف لها استغلال السلطة بتعتبر خطوة إلى الأمام. تعليقك. هو أنا في تقديري أنه استغلال السلطة هو اعتداء على المال العام. هو المسألة هي هل الاعتداء على المال العام هي الجرائم التقليدية بتاع الاختلاس وخيانة الأمانة وإلى آخره، embezzlement يعني زي ما بقولوا القوايات، ولا أشمل من ذلك وأكمل. أنا في رأيي أنها أشمل. هو الاعتداء على المال العام لا يتم فقط باختلاس النقود الخاصة بالدولة، بيتم باستغلال النقود، لانه استغلال النقود طبعا عنده اشكال مختلفه. خلينا نمسك حاجه، الممالاه هو انه انت بتعين شخص لانه قريبك واهلك وجبيلك او لانه عندك معه اتفاق خاص. منو اللي بيخسر؟ بيخسر المال العام.
بيجيه زول غيركم بيأدي أعمال بيخسر في النهاية المال. لما نتكلم عن شبهات الفساد المختلفة بما في ذلك إبراء الذمة، هذه المسألة كلها يا إما متصلة بضياع المال العام لصالح شكل الحكال الفساد، يا إما متصلة بإخفاء هذا الضياع. يعني طيب. لذلك احنا بنتكلم عن دائرة كبيرة جدا اسمها هي الفساد نسميها، لكن هي في النهاية اعتداء على المال العام. طيب يعني ده تفسير لموضوع الاعتداء على المال العام، لكن نرجع. طيب مختار، شنو الناقص في تقديرك؟ الناقص وبالمناسبة حلقة مهمة جدا جدا، هي اكتمال منظومة مكافحة الفساد وعلى رأسها مفوضية مكافحة الفساد الغائبة الآن. هذه المفوضية هي غائبة ليه؟ نعم، هي غائبة ليه؟ هي غائبة رغم على الرغم من أنه صدر القانون بتاعه، تم إصداره والموافقة عليه منذ أكثر من عام، لكن تشكيل المفوضية نفسها ما تم. شنو العقبة الواقفة في طريق لو بتعرف يعني؟ ما سامعك. العقبة الواقفة في طريق تشكيل مفوضية مكافحة الفساد شنو؟ هي العقبة هي تشكيل المفوضية فقط. يعني ليه ما عايزين نشكل المفوضية؟ مع أن المفوضية كل المحاولات والآليات. ما سمعتوا تبرير؟ ما سمعتوا تبرير بالناس الحكومة في الموضوع ده؟ من تقابلوهم؟ والله نحن طالبنا بها في أكثر من مرة وأكثر من ملتقى، ودائما بنتحدث عنها، لأن هذه بالمناسبة الحلقة المهمة جدا، هي الحلقة اللي بتقيم لك أداء الآليات اللي بتعملها الدولة لمكافحة الفساد. هي مهمة برضو للمحكمة نفسها، هي مهمة للمحكمة نفسها، مهمة للمحكمة ولغير المحكمة من الآليات. يعني الآليات دي ما ليست المحكمة فقط، الآليات النيابة، الآليات الجهاز التنفيذي، الآليات الجهاز الرقابي، الآليات البرلمان وغيرها من أهميتها. شنو باختصار أهميتها؟ شنو مكافحة الفساد؟ فإذا ما بقت فيها بتقيم أداها، بتبقى الحكاية يعني بدون تقييم أداء لا تستطيع أن تقول إنه والله المحاكم اللي اتعملت دي ولا النيابة اللي أصبحت مستقلة دي ولا البرلمان اللي تم انتخابه ده، لا تستطيع أن تقول إنه هذه الآليات تؤدي مهام فعلا بالصورة المطلوبة. طيب فالمفوضية دي عندها مهام، يعني مهام لا بد منها. نعم. أول حاجة معنية بتنفيذ وتطبيق سياسات فعالة ومنسقة لمكافحة الفساد. أستاذ نبيل أديب، مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ هذا القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العامة، تكلم عنها الأستاذ قبل شوية. طيب. المال العام والنزاهة والشفافية والمساءلة وإرساء يعني نعم. مهام كثيرة جدا. نعم. وضحت. وضحت الفكرة. وضحت. أستاذ نبيل أديب، يعني نعم. المحكمة في غياب المفوضية تعتبر ناقصة. ناقصة أكيد. هي أنا كنت أضيف لكلام الدكتور أنه الناقص هو الإرادة السياسية. لأنه إحنا تكلمنا عن جزء واحد، الهيئة القضائية أو السلطة القضائية عملت العليا، لكن ده ما كفاية، لازم السلطة التشريعية تعمل ولازم السلطة التنفيذية تعمل. يعني السلطة التشريعية أجازة القانون، قانون المفوضية. لذلك القوانين ناقصة، القوانين ناقصة شديد. يعني أنت الليلة في جرائم كثيرة أو في ممارسات كثيرة تأكل المال العام وغير مجرد. يعني مثلا المتاجرة في المعلومة العامة، يعني في ناقصة ما يتكسبه الموظف العام نتيجة لمعرفته، نتيجة لوضعه، ليست فقط المسألة بتاعة المعلومة الشفافية، كشف كل ما يتصل بالعار العام من معاملات. نعم. ده
ايضا متعلق بان انت تكتب كيف الليلة. انا عندي قانون يحدد ابراء الذمة، لكن ابراء الذمة في هذا القانون بتقدمه للنوب، بتقدمه لوكيل وزارة العدل، يعني تحت مجلس الوزارة، فبالتالي ما منه فائدة. ايضا الحاجة لا بد من المفوضية، يعني استاذ نبيل اديب لا بد من المفوضية، لا بد من اختيار السلطة التنفيذية، لا بد ما قانون المفوضية افتكر فيه، ولا بد ايضا من كشف كل ده امام الرأي العام. نعم، امام الرأي العام. انا داير اشير لحاجة مهمة، انه انت الليلة في حاجة ماشية في المحاكم طوالي اسمها إشانة السمع. الهيئات الحكومية ترفع دعاوي بتاعت إشانة السمعة. كيف أنت ترفع دعاوي بتاعت إشانة السمعة وأنا كصحفي، أنا كصحافة كسلطة رابعة مفروض علي أكشف الحقائق، مفروض علي أكشف طيب أستاذ نبيل، أستاذ نبيل، لأنه يعني زماننا لا يسمح بالدخول في التفاصيل، لكن دعني أختم بسؤال لك دكتور الطيب. يعني البعض يعتبر أنه والله نحن ما مشكلتنا في الآليات، لا في المفوضية ولا في المحكمة، مشكلتنا هي أنه نفعل العمل بما هو موجود من آليات، لو فعل ما هو موجود من آليات فهي كافية ولا نحتاج للمزيد. تعليق دكتور الطيب. الآليات بالمناسبة مهمة، والآليات نفسها اللي بتتحدد عنها هذه ما مكتملة، يعني انت تتحدث عن اليات لمكافحه الفساد وما عندك مفوضيه بتاعت مكافحه الفساد بتقيمها وبتقيم اداءه وبتروج للشفافيه والمساءله والمحاسبه. انت ما عندك قانون زي ما قال الاستاذ قبل شويه بيحمي المبلغين، افترضنا انه بعض الصحفيين بيبلغوا بكلام داعن عن الفساد، ما عندك قانون بيحمي المبلغين عن الفساد. فالآليات بالمناسبة مهمة جدا المشكلة، والآليات ليس المكتملة، يعني أنت تتحدث عن الآليات المكتملة كلام غير صحيح. الآليات ما زالت ناقصة سواء كان مؤسسيا أو تشريعيا أو حتى إجرائيا، فلا بد من إكمال الآليات. وبعدين أنت ما بتكون ما محتاج لآليات دي مفيدة، الآليات دي أنت كدولة موقع مصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودي متطلبات فيها زي المفوضية والاستغلالية النيابة والاستغلالية، يعني المفوضية ذاته مطلوب مطلوب دولي بحكم التوقيع على هذه الاتفاقية. الأمم المتحدة بتجيب المناسبة السنوية عشان تراجع هذا الأداء، فأنت ملزم كدورة موقعة على إكمال هذه الآليات. ما الناس ما يتحدثوا عن إنه والله ما في حاجة إلا دي تجربة إنسانية موجودة في العالم كله. شكرا لك دكتور الطيب مختار رئيس منظمة الشفافية السودانية. شكري أيضا للأستاذ نبيل أديب. أستاذ نبيل أيوة سيدي، نسمع منك برضو تعليق أخير. البعض يقول لا أهمية لهذه الآليات، المهم الإرادة وتفعيل ما هو موجود. تعليق السياسية والمهم، لا المهم الآليات والإرادة السياسية والشفافية، لأنه المحاسبة ليست فقط محاسبة قانونية. يعني أنا الليلة إذا ما عندي معلومة شفافية بتجوين، كان أنا ما عندي معلومة لا يكون مطروح في الصندوق السلطة السياسية، لأنه أنا بحاسب السلطة السياسية حقتي، حاسب السلطة السياسية بأنه أنا بعرف ما عملت وما أدت وما فاتها أن تعمل. بعد ذلك لما بمشي صندوق الانتخابات بقرر عايز أرجع الحكومة دي ولا لا، طالما أنا ما بعرف ده دي بتاكل في العملية الديمقراطية. يعني مهم هذه الآليات، مهم كلها مهمة، الآليات والشفافية والإرادة السياسية. شكرا لك أستاذ نبيل أديب. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. الفقرة التالية وصل صوتك حي التكامل مربع واحد الشجرة غرب من 30 سنة وتعرضوا للإزالة، نسمع شكواهم.